بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذه هي الرسالة الثانية لأخي في الإنسانية الملحد. أنا حقيقة أحببت أن أخاطب كل ملحد مباشرة من القلب إلى القلب. أريد أن نناقش لماذا نختار تعاليم الإسلام، ما هي الفائدة؟ وقلنا في اللقاء الماضي سنتبع أسلوبا ماديا بحتا لنستنتج في نتيجة هذه الرسائل أو هذه النداءات لأحبتنا الملحدين أن الإلحاد لا خير منه، لا طبيا ولا نفسيا ولا اجتماعيا ولا حتى على أي مستوى كان. الإلحاد لا يقدم أي فائدة على الإطلاق، حتى الشهوات التي يبيحها الإلحاد مدمرة. في اللقاء الماضي أحبتي في الله أثبتنا أنه من الأفضل لأي إنسان سواء كان مؤمنا أو ملحدا أن يعتقد أن هناك حياة بعد الموت، وأن هناك لقاء مع ملائكة الله عز وجل، وأن هناك لقاء مع الله، وأن الإنسان إذا آمن بالله ستكون حياته أجمل وأروع وأفضل بمليار مرة من هذه الحياة الدنيا، لأن عالم البرزخ عالم واسع جدا وأحداثه كثيرة جدا، أكثر بكثير مما نراه في الدنيا. لذلك أنا أقول دائما إن الحياة الحقيقية للإنسان تبدأ بعد الموت، وليس نحن الآن في مرحلة اختبار في هذه الدنيا. أيها الأحبة، نحن في مرحلة اختبار. الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت. طيب، أنا سأناقش معكم كل ما يهم الإنسان من حيث سعادته، من حيث مثلا كيف يكون سعيدا في هذه الدنيا. أي شيء يضمن لي السعادة أنا سأتبعه. سنتفق على قاعدة أيها الأحبة. القاعدة تقول أي عمل أو أي اعتقاد أو أي فكرة تحقق لي السعادة الحقيقية التي لا تنتهي بألم أو بأذى أو بمشاكل، سعادة حقيقية مستمرة، أنا سأتبع هذه التعاليم أو هذا المنهج. طيب، نأتي الآن لاعتقاد لدى الملحدين لنعتبر أنه وجهة نظر. يقولون إن الإنسان خلق نتيجة تطور عشوائي وجاء إلى هذه الدنيا وسيرحل عنها دون أي أثر، وسيأتي بعده أناس آخرون، وبعد ذلك سيتطور هذا الإنسان إلى مخلوقات أخرى، لأنه مر بمرحلة الحشرة والفأر والقرد وكذا، ولا ندري ماذا سيتطور بعد. هذه هي النظرة. سنعتبر أن وجهة النظر الإسلامية نعتبرها وجهة نظر، لأننا نتعامل بحيادية، يعني أنا أريد أن أكون محايدا. طيب، وجهة النظر الإسلامية ماذا تقول لي؟ تقول لي ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان مكرم له قيمة. طيب، بالله عليكم، إذا اعتبرت أنت بينك وبين نفسك أنك أنت أيها الإنسان لك قيمة، وأن الله خالق الكون خلقك بيده ونفخ فيك من روحه هو عز وجل، أيهما تمنحك السعادة والشعور بالإطمئنان أكثر؟ إذا اعتقدت أنك مكرم، أو إذا اعتقدت أنك مجرد حيوان مثلك مثل أي حيوان آخر يتطور ويموت،
ثم يأتي بعده كائنات أخرى. نحن نتعامل بمنطق مادي. الإنسان خلق الله الكون من أجله، هذا الإحساس مفقود لدى الملحد أيها الأحبة. هناك أشياء عميقة جدا نحن لا نشعر بها لأننا نعيشها كمسلمين، ولكن عندما تترك الإسلام وتذهب إلى الإلحاد تشعر بقيمة الميزات التي تتمتع بها أنت كمسلم. يعني الله عز وجل ماذا يقول أحبتي في الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني القضية تحتاج إلى تفكر. فكر أيها الإنسان أن النجوم مسخرة من أجلك لتهتدي بها في ظلمات البر والبحر. لآلاف السنين لم يكن هناك وسائل، لم يكن هناك نظام تحديد المواقع العالمي GPS. لآلاف السنين البشر اهتدوا بالنجوم، وحتى الآن في الفضاء لا يوجد GPS، يهتدون بالنجوم. GPS الفضائي عبارة عن تحديد مواقع من خلال النجوم. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب سخر لنا الجبال. الجبال أيها الأحبة، في بحث نشر مؤخرا تبين أن الجبال إذا اختفت من الأرض ستتحول كرتنا الأرضية إلى ما يشبه كوكب المريخ، صحراء قاحلة، لأن الجبال تساهم في دورة مهمة، دورة الكربون، وتساهم في تثبيت الألواح الأرضية، لأن هذه الجبال نشأت أصلا بين الألواح الأرضية، نتيجة اصطدام هذه الألواح نشأت الجبال، فهي تمسك هذه الألواح ببعضها لكي لا تميد وتنزلق وتضطرب. الله عز وجل ذكرنا بهذه النعمة، قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلهم يهتدون. موجود عدة آيات في القرآن تحدثنا عن أن هذه الجبال خلقت من أجلي. طب هذا إحساس رائع، إحساس رائع أن تشعر أن الله سخر الليل والنهار من أجلنا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت مكرم عند الله أيها الملحد، لأنك إنسان، لأنك من بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب بالله عليكم، أنا كإنسان إذا دخلت إلى فندق وشعرت بأن كل الفندق لخدمتي، هل أكون سعيدا أكثر أما أنني إذا دخلت إلى مكان مثلي مثل أي شخص آخر ولا أحد يهتم فيه بي؟ يعني الإلحاد يجبرك أن تعتقد أنك حيوان مثل هذه الحيوانات، لا فرق بينك وبين القرود إلا المرحلة الزمنية التي جئت بها. يعني القرد جاء قبل كذا مليون سنة، أنت جئت مثلا قبل 200 أو 300 ألف سنة، هذا هو الفرق فقط. وبعد مليون سنة ربما تنشأ مخلوقات أخرى متطورة أكثر من الإنسان. إذن أنت أيها الإنسان ليس لك أي قيمة. هذا الإحساس أخي الحبيب الذي منحني إياه الإسلام، أنت فقدته في ظل الإلحاد. يعني أنت ليس لك قيمة. الله عز وجل، انظر أخي الحبيب،
قبل أن يبدأ خلق الإنسان ماذا قال؟ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. انظر الخطاب، خطاب الله يتحدث عن نفسه. الذي يهتم بك أيها الإنسان هو خالق الكون، ليس هو الملك فلان أو الزعيم فلان أو الغني فلان، هو الملك مالك الملك. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، من روح الله عز وجل، فقعوا له ساجدين. الملائكة الأطهار أمروا أن يسجدوا لك أيها الإنسان أو لأبيك آدم تكريما لأنك خلقت من طين وأن الله كرمك وأسجد لك الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة الذين هم مخلوقات نورانية. إذن أخي الحبيب انتبه معي، عندما تشعر بأهميتك وأن الله أسجد ملائكة السماء لأبيك آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فقط. هذا الرجيم رفض وأبى وكفر وفسق وكان من الكافرين وكان من الفاسقين. طيب، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، دون الله، وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طيب، تتخذ إبليس، يعني بالله عليك أيها الملحد، تتخذ إبليس قدوة لك وتترك رب العالمين عز وجل الذي كرمك؟ طب يا أخي، لنأخذ الجدل أو الفرضية، يعني لنفرض جدلا أنه لا يوجد إله. أنا سآتي معك جدلا فرضا، يعني لا يوجد إله. طيب، أيهما أفضل، أن تعتقد أن هناك إلها كرمك أم تعتقد أنك مجرد حيوان؟ يعني أنا جئت معك حتى لو لم يكن، فكيف إذا كان كل شيء في الكون يدل على وجود هذا الخالق؟ سؤال واحد فقط أنا أطرحه لك، كيف خلقت أنت؟ من أين جئت؟ ستقول تطورت من كذا. طيب ماشي، البرنامج الذي تم وضعه لصناعة الإنسان، من الذي وضعه؟ الطبيعة. طيب ما هي الطبيعة؟ الطبيعة هي الكائنات والشجر والغلاف الجوي والأرض والجبال. طيب هذا عبث، كيف يمكن للجبل أن يخلق أو الطبيعة أو الغلاف الجوي أو الأرض أو الشجر أو الغطاء النباتي هو جزء من الطبيعة، ثم نقول الطبيعة طورت، الطبيعة عملت؟ هذا الكلام غير صحيح، يعني غير منطقي. فأنت الآن مكرم من قبل الخالق. طيب ما هي أضرار أن أعتقد أن هناك إلها كرمني؟ أنا الآن جالس هنا وأنت تجلس مكانك وتشاهدني، ما هو الضرر الذي سيأتي عليك إذا اعتقدت أن هناك خالق للكون كرمك وخلقك بيده ونفخ فيك من روحه تكريما لك وذكرك في القرآن ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم منهم المؤمن والكافر والملحد واليهودي والمسيحي والبوذي، بني آدم، كل إنسان من البشر مكرم بنص هذه الآية. طيب أيهما أفضل، أن تعتقد أن هناك إلها كرمك ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ثم أنزل إليك كتابا ليهديك إلى الطريق الصحيح لكي لا تضل؟ يعني الآن الملحد يعتقد أنه خلق عبثا وسيموت عبثا
وليس هناك حساب ولا آخرة ولا بعث ولا إله ولا أي شيء. طيب هذه نظرة يعني أنا أعتبرها غبية جدا، لا تحقق أي مصلحة للإنسان. ماذا سأستفيد إذا قلت لي إنك مثل الحيوانات؟ طيب يا أخي اعتبر هذا الدين وجهة نظر أخرى، فكر فيها. أنا الآن أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يسمعني، وأعتقد أنه يحفظني ويراني ويستجيب دعائي، وأعتقد أن هذا الإله العظيم يتحكم بكل ذرة من ذرات الكون. طيب أنت فقدت هذا الإحساس، هذا إحساس رائع. حتى لو أردنا أن نتحدث من وجهة نظر علم النفس، يعني حسب مبادئ علم النفس، أن تعتقد أن هناك قوة ما تدعمك أفضل من أن تعتقد أنه لا شيء يدعمك. نتحدث نحن الآن حسب مبادئ ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية وفن القيادة وكذا وكذا، هذه الكتب التي مر عليها فترة كانت هي الأكثر مبيعا. طيب أنا الآن أشعر بالقوة، أستمد قوتي من هذا الإله العظيم، لأن الله هو القوي العزيز. أنا واثق أن الله لن يتركني، واثق أن الله لن ينساني. أي هم يصيبني أنا أضعه بين يدي الله، أقول يا رب أنا توكلت عليك وأسلمت نفسي وأمري إليك وكل شيء، وأنت تفعل ما تشاء. هذا الإحساس يعطيك راحة نفسية عظيمة جدا. يعني الطبيب النفسي يعالجون كثير من الأمراض، الوسواس والقلق والاكتئاب، بأن يقدم ما يسمى بالدعم النفسي. الدعم، ما معنى الدعم؟ يعني يشعرك أن هناك من هو معك، يقول لك أنا معك، أنا سأبقى معك، لا تخف، أنا سأساعدك، أنا كذا إلى آخره. هذا نوع من الدعم النفسي، هذا له أثر كبير على زيادة سعادة الإنسان وتخلصه من الاكتئاب. طيب إذا كان الله عز وجل يقول لك أنا معك وهو المتصرف في الكون، ليس بعبد مثلك مثله مثلك مثله، العبد لا يملك لنفسه لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورة، لا يملك أي شيء، مثله مثلك، هو عبد. بينما رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء، وهو المتصرف بكل شيء سبحانه وتعالى. إذن أنا الآن أريد أن أعمل مقارنة بسيطة بين إنسان، الحالة النفسية طبعا، أريد أن أتحدث عن الحالة النفسية، إنسان يعتقد أن هناك دعم قوي يقدم له من قبل خالق الكون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله يقول لك أنا معك، إن الله مع الصابرين، عندما تصيبك مشكلة، اكتئاب، وسواس، هم، خسارة معينة، الله يقول لك اصبر وأنا معك وسأعوضك خيرا. هذه الآية تعطيك تفاؤل عجيب. التفاؤل أيها الأحبة هو أقوى مدمر لليأس، التفاؤل. لذلك علماء جامعة هارفارد، قلنا هذا في اللقاء السابق، وجدوا أن التفاؤل أفضل شيء يقوم به الإنسان لإطالة عمره وتغيير حياته، وأن يحظى بسعادة غامرة. لذلك سيدنا يعقوب أخذ ابنه المدلل، سيدنا يوسف عليه السلام، وألقي في الجب، ثم أولاده جاءوا بدم كذب على قميصه وقالوا أكله الذئب.
ماذا كان من هذا الأب؟ ثقته بالله جعلته قويا. لو كان ملحدا ماذا كان سيفعل؟ سيفقد الأمل وانتهى كل شيء، وربما يموت قهرا وحسرة على ابنه لأنه لا يستطيع فعل أي شيء. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هناك قوة أيها الأحبة للأسف الملحد لا يشعر بها ولا يعيشها، قوة الثقة بالله. حتى بعد أن أخذ ولده الثاني في قصة يوسف، قال: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ثم قال: يا بني اذهبوا. انظروا، مضى عشرات السنين على فقدان ابنه، على الرغم من ذلك لم ييأس. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الملحد فقط هو الذي ييأس، المؤمن لا ييأس. لذلك هناك قوة التفاؤل لا يستطيع أحد أن يمنحك إياها إلا القرآن العظيم. عندما يقول لك الله سبحانه وتعالى، طبعا القرآن كله كتاب تفاؤل أيها الأحبة، يعني أنا الآن إذا أردت أن أتذكر سآتيك بعشرات وربما مئات الآيات كلها يعني تعطيك شحنات عالية من الأمل، من القوة، من التفاؤل. طب الملحد ليس لديه كل هذا الكلام، غير موجود لديه، هو يفقد كل هذا الكلام. لذلك نجد أن نسب الانتحار هي الأعلى بين الملحدين في دراسة أمريكية، ونجد أن الملحد منبوذ اجتماعيا، ونجد أن الملحد هو الأقل مصداقية. وهذه كلها دراسات تحدثنا عنها موجودة على موقعي الأبحاث بالمراجع والروابط. عندما يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمن: ولا تهنوا، تهن يعني تضعف، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما هذه القوة؟ قوة عجيبة يمنحك إياها القرآن العظيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، آدم هو أبونا عليه السلام، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آية أخرى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فعلا الملحد يعني بدل نعمة الله وبدل التكريم باليأس والقنوط والانحطاط، يعني نزل في مستواه إلى مستوى الحيوانات، يعتبر نفسه أنه مجرد حيوان مثله مثل القرد، ليس له أي قيمة. نظرة دونية، نظرة انحطاطية، نظرة يعني تجعلك مفعما باليأس وليس بالتفاؤل، نظرة ضعف. لماذا؟ لأنك مثلك مثل أي حيوان، ليس هناك أي فرق بينك وبين الحيوانات. لا، الإسلام يكرم بني آدم، يرفع الإنسان. لذلك هناك سورة اسمها سورة الإنسان. الآيات التي تمنحك التفاؤل أيها الإنسان بشكل عام، طبعا الخطاب للمؤمن والملحد، آيات كثيرة جدا. يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا خطاب للملحدين على فكرة. هذه الآية تخاطب أولا الملحدين لأنهم أسرفوا على أنفسهم، ظلموا أنفسهم، ظلم هذه النفس، لأنك لم تكرم نفسك، لم تشعر بقيمتك عند الله عز وجل.
الملحدون ضحكوا عليك وأوهموك أنك مجرد حيوان ناطق، جئت عبر سلسلة من التطور، وكما جئت ستذهب وانتهى الأمر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني بالغوا في المعصية، أكثروا من المعصية زنا وفواحش وكذب وشذوذ وكل أنواع الكوارث ارتكبها، هذا معنى الإسراف. ماذا يقول لك الله؟ هذا الخطاب لك أيها الملحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إياك أن تقنط أو تيأس، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب إله كريم يقول لك تعالى وسأغفر ذنوبك وأمامك جنة عرضها السماوات والأرض. طيب منطقيا من الأفضل لي أن أعتقد أن هذا الكلام صحيح، على الأقل سأعيش حياة مطمئنة. بعض الملحدين يقول لك لا هذا وهم. طيب ماشي، لنعتقد أنه وهم مؤقتا، ولكن هذه العقيدة مريحة وتمنحك القوة والسعادة والتفاؤل، لأن النظرة التي قدمتها لي أيها الملحد ستجلب لي الانحطاط واليأس والتشاؤم، وتجلب لي أن أستصغر نفسي كثيرا كأنني مثل أي كائن حي لا قيمة لي. النظرة التي قدمتها لا تعطيني سعادة، واتفقنا منذ البداية على أن كل ما يحقق لي السعادة أنا سأتبعه. إذن الإلحاد يفشل في جعل الإنسان ينظر لنفسه نظرة يحس أنه مكرم. لاحظت؟ الإلحاد فشل أن يقدمك أن يرفعك أيها الإنسان، ولكن القرآن رفعك وكرمك. ولقد كرمنا بني آدم. آيات كثيرة أيها الأحبة، لو أردنا أن نستعرضها لا نكاد ننتهي. أتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. أنا أنصح كل أخ ملحد، وكلمة أخ هنا لكي لا ينتقدني البعض، أنا أعني بها أخي في الإنسانية، وهو مشروع أن يصبح أخا في الله تبارك وتعالى، لأن هناك نوعين من الأخوة، هناك نوعان من الأخوة، أخوة الإيمان وهي الأهم، وأخوة الإنسانية. كلكم لآدم وآدم من تراب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن إخوة في الإنسانية، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نصبح إخوة في الإيمان لمصلحتك أنت. أنا لن تقدم لي شيئا ولن تقدم لله شيئا. ستنقذ نفسك من نار جهنم، ستعيش حياة طيبة، ستعيش حياة نظيفة، حياة آمنة، حياة فيها استقرار نفسي أكثر، ليس فيها تناقضات، حياة سعيدة كما قال الله وكما وعد سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان شرط أساسي. ما هي النتيجة؟ نتيجتان في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ماذا قال؟ فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة، وأن يهدينا للحق الذي اختلف فيه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.